عندنا مشيتي مش بعرف انا شفت مرحبا بكم في البث المباشر بتاع مدينة الطربيطة. احنا كنتواجدوا امام مسجد الياسر من بعد ما اذن صلاة الفجر، يعني كيف ما كتلاحظوا معايا بداية توافد المصلين من اجل اداء صلاة الفجر، فاللهم تقبل للجميع يا ربي. فالله يتقبل الصلاة ديالهم يا ربي، والله يدوز هذا رمضان بخير وعلى خير يا ربي. عواشر مباركة على الجميع يا ربي. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الآن، حنا كنتواجدوا أمام مسجد الياسر اللي كيتواجد في منطقة ديال بلفادير. يعني هذا المسجد هذا معروف في هذه المنطقة هذه، يعني مسجد يعني كيأدوا فيه الناس الصلوات ديالهم. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الآن بداية توافد ديال المصلين من أجل أداء يعني صلاة الفجر، اللهم تقبل على الجميع يا ربي، الجميع يا ربي الله يتقبل لهم الصلاة ديالهم. اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، كنتمنى انه يسعدكم هذا النهار وهذا الشهر المبارك يا ربي، بالتسامح يعني بالعبادة بالتقرب الى الله، والله ييسر الامور للجميع. مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على امان، نتلاقاوكم بث مباشر اخر ان شاء الله. إلى اللقاء.